بقالي كتير قوي 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 يا جماعه ما رفعتش الخشبه دي من يوم الفراغ دي اللي ورايا دي، ما كانت كتاكيت صغيره كده، ولما رفعتها النهارده علشان اعمل بها باب على السطح قسما بالله لقيت تحتيها مفاجاه انتوا ما تتخيلوهاش، ولسه طازه حاجه صغيره قد كده من على السطح بتاعنا الحلو ده. يلا بينا يا جماعه ننزل نعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد، لان هقول كلام مهم جدا في الفيديو ده. واللي مش مشترك في قناتنا يوماتي في مزرعه تشترك في القناه بسرعه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ودول يا جماعه كانوا احسن تعليقات جات لي على الفيديو بتاع امبارح، بشكركم جدا جدا جدا، تعليقاتكم كلها في قلبي والله العظيم وعلى راسي، تعليقات كثيره جدا. انا ظهرت دلوقتي اكتر من 15 تعليق علشان بجد الفيديو جاي على كميه كومنتات ايجابيه، يعني ربنا بعت لي رزق النهارده غير الرزق انتوا الرزق بتاعي والله العظيم، انتوا رزق من ربنا، كفايه حبكم ليا. يلا يا جماعه ننزل نكتب كومنت كده جميل عشان يظهر معانا في الفيديو الجاي، واي حد عنده سؤال او اي حد عايز يشتري اي حاجه او اي استفسار عن اي حاجه ينزل يكلمني تحت في الكومنتات. يا جماعه انا بس كده هجيب لكم السطح من الحته دي، للناس اللي لسه بتشوف قناه يوميات في مزرعه الاول مره، ده السطح بتاعي اهو، كل فيديو اوريه لكم هجيب لكم. شايفين يا جماعه دي العشش ودي الطيور اهي، ده الجنب النظيف اللي انا بربي فيه الطيور، وده الجنب اللي عليه العازل، تمام. طبعا يا جماعه انتوا شايفين هي المفاجاه عند الحته دي كده، المفاجاه عند الخشبة دي. انا لما باجي اصور دلوقتي، لما كنت بصور الفيديو دلوقتي في الاول وهو سيلفي، كنت واقف هنا، كنت واقف في الحتة دي بالظبط، وكان ورايا السطح كده، يعني انا كنت واقف هنا كده اهو عند الطوب ده، وكان ورايا اللي هو الطيور كده، تمام. طبعا انتوا يا جماعة شايفين الحتة الفتحة بتاعت الباب دي، كنت انا حاطط فيها القفص ده اللي قفص البرانيك دي، كنت مشبطها كده في بعضيها لو تاخدوا بالكم، وهي وقعت اتكسرت اهي. اهي يا جماعه السلكه دي كنت عاملها انا سلكه يدويه كده، كنت بربي فيها الكتاكيت زمان، فكنت موقفها هنا كده علشان بس الطيور بتنزل تبهدل السلم، فطبعا هي وقعت وانا هبني الحته دي كده ان شاء الله. فكنت بشوف خشبايه تيجي مقاس الحته دي، كنت عايز اقيس الباب بالظبط من عند القالب الواقف ده، فطبعا يا جماعه ما لقيتش غير الخشبايه دي، ان هي خشبايه مربعه، وهوريكم دلوقتي لما نشوف اللي تحت الخشبه هوريه لكم، وهوريكم ازاي انا كنت عايز ان انا احطها على الحته دي، تمام. فهي بقى طبعا هي يا جماعه الخشب ده كنت انا حاطه كده، احنا كنا بنقعد عليه، وقبل ما كنا بنقعد على الدكه دي كنت انا عاملها عشه، كنت عاملها عشه للفراخ، الطوب ده والحتت اللي ورا دي كده كنت عاملها عشه، اقسم بالله الفراخ دي لحد ما باضت دلوقتي اتربط فيها، اتربط في العشه اللي تحت الكرسي دي اللي هي الفراخ دي حاليا. هرفع بقى دلوقتي يا جماعه كده ونشوف اللي لقيناه مع بعض، لو متوقعين اللي لقيناه مع بعض قولوا لي تحت في الكومنتات. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. قولوا لي بقى رايكم، قولوا لي بقى رايكم في الخير والرزق والجمال بتاع ربنا. قولوا لي بقى رايكم، انا عايز اسمع رايكم في تعليق، اقسم بالله انا عاجز عن الكلام، انا عاجز عن الكلام، انا والله 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 كل ما حاجه تروح مني ربنا بيعوضني، انا مش عايز ازعلكم، بس انا دخلت النهارده لقيت الديك الهندي معتمد ميت، اللي هو معتمد مش اسد، لقيته ميت زي ما انتم ما شايفين كده جنبي على الشاشه، وعامل لكم فيديو واللي هو توقع سبب الوفاه وكده. فشايفين يا جماعه الخير بتاع ربنا، شايفين ده طبعا دي زغاليل حمام، دي زغاليل حمام اهي لسه فاقسه النهارده تقريبا، قشر البيض اهو، شايفين قشر البيض اهو اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، اللهم صل على النبي. ودافين يا جماعه اهاليهم مدفينهم، لسه لحم احمر والخشب ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين عاملين لهم البوص ازاي، جايبين البوص. انا اسف يا جماعه،
هما بقى يا جماعة لمين القش الناشف ده كده من على السطح ده. طبعا البوص اللي انا برميه للوز اللي هي الخضار بتاع الوز لما بيفيض من الوز بينشف، فهم بياخدوا بقى يعملوه بعشوش زي ما انتم شايفين كده. هم ما شاء الله لافين بقى، عاملين بعش كبير قوي. هو ده بيكون مرمي كده، رائد مرمي عندي على السطح زي ما انتم شايفين كده، اللي بيفيض من تحت الوز والبط، عشان طبعا ايه الوز انا برميله سليم، ففي ساعات كده ورقة او اللي بياكلوا يعني على قد ما يقدروا، واللي بيفيد منه بيسيبوه ينشف، والحمام بياخد يعشاش بو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا برضو لما بكنس برميه عند الحته اللي على العازل دي علشان برضو يحوش عنهم الحراره. وزي ما انتم شايفين الحمام اهو والقش اهو، طبعا شايفين قشره البيضه بتاعتهم. انا كنت احوشها وبعدين سبتها، قلت لا اسيبها لهم وخلاص لحد ما امهم تحوشها، عشان برضو خفت بصراحه لا تغير ملامح الخن، وحتى كنت ارص حواليهم طوب كده علشان القش ما يروحش كده ولا كده ولا يتبهدل، بعدين قلت لا هسيبه. وطبعا يا جماعه الباب اهو والخشبه بوريها لكم، شايفين بقى بوريكم ان انا كنت رايح اجيب الخشبه علشان احطها بالشكل ده كده للباب، شايفين. وطبعا دي الحته اهيت زي ما وريتها لكم برضو في اول الفيديو، شايفين عامله ازاي اهو كله جنب بعض. طبعا يا جماعه بقى دول انا هحط عليهم كرتون او هحط عليهم اي حاجه دلوقتي، علشان طبعا علشان اللي هي الخشبه دي، علشان الخشبه دي انا هحتاجها في اللي هو بنى في عمايل الباب للسطح، علشان الفراخ ما تنزلش تعمل حمام تحت على السلم وتوسخ الدنيا. ممكن احط لهم اللي هي الخشبه البيضه اللي هناك دي، شايفين اهو، شايفين الخشبه دي انا كنت بقفل بها على البط، بس ما عادش ليها لازمه خلاص، البط كبر، كنت بقفل بها باب العشه دي، البط كبر ما بقاش ليها لازمه. هروح بقى ان انا احطها على الدكه بتاعه الحمام، شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، شايفين رقبتنا عاملين ازاي؟ بس ايه رايكم بقى كده؟ منه حطينا الخشبه عليهم، ومنه ان احنا قفلنا السطح بتاعنا برضو، واستفدنا بالخشبه اللي كانت راقده مركونه. خير جميل جدا جدا يا جماعه والله العظيم، ورزق من عند ربنا، وعارف ان انتوا بتتمنوا لي الخير، وقولوا لي بقى رايكم فيهم. بس طبعا يا جماعه انا شاكك ان هم دول جايين من مش اللي كانوا هنا، يعني شاكك ان هم غير دول، لان طبعا يا جماعه اللي متابع قناه يوماتي في مزرعتي لو تشوفوا الحته دي اتبهدلت، واللي كان بايض فيها كله اتاكل، شايفين يا جماعه. مش عارف قال لي جنبش كده الحته دي، طبعا دي كنت بلاقي فيها حمام، مش عارف قال لي نبشها كده بهدلها وعمل الجردل، هبقى اطلع اظبطها ان شاء الله وبهدلهم كده، والحمام بطل ان هو يجي فيها. وطبعا اللي كانت فوق العشه الانتايه ماتت، فانا مش عارف بصراحه اللي هم الجوز دول جداد ولا واحد من اللي هم كانوا بيبيضوا على الاقفاص. المهم ان هو خير جديد ورزق جديد. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.